سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما كنت وعدتكم راح نوريكم كيفاش تستفادوا من هذا الكرة المطاطية هي الحجم نتاعها كبير شويه كاين احجام مختلفه على حسب الطفل تاعك يعني من الصغيره حتى الكبيره كم الاحجام هي تستعمل للاطفال المتوحدين ولغير غير متوحدين تاني يستمتعوا بها هي ترخي العضلات وممتعه في نفس الوقت لكامل الاطفال كيفاش تستعمليها مثلا هذا الطفل كاين بزاف طرق اما انك تجمعيه بهذه الطريقه وتبقى يتحركي هكذا للامام وللخلف او يمينا ويسارا او كاينه طريقه اخرى انك هما اطفال التوحد دائما يعانيوا من الوجع في البطن يعني تقلبيهم على كرشهم بهذه الطريقه تقل بهم وتبقى يتحركهم يمينا ويسارا للامام والى الخلف وما تحكميش كما انا راني حاكمه كطفل الطفل يعني هكا بيدي ما تحكميش الطفل حكمي في البالونه منا ومن هذا الجهه يعني انا منك راني نصور بيد وحده ون ون نصور بيد وحده وحاكمه هاد البوبونه باش نوريكم راني دايره هكا هما راح يستمتعوا بزاف كي ديرهم هكا ترخي عضلات البطن يعني وتعجبهم كاينه طريقات اخرى يعني باش الطفل يعني يستمتع هكا يعني غيروا ليها كيما اي بالونات تلعبي بها يعني تقول لها جو يعني روحي جو 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 روحي منها راكي تعلمي الهضره ومنها راكي تربيه يعني وهاد القلابيس كيما هكا هاد الشوكات كيما هكا هما يستعملوهم كيما السوسات اه ما باللغه العربيه كيش يقولولها المهم اه هادو يستمتعوا وهادو كمساج تاني للجسم تاني كاين كرات كيفها وهي ما فيهاش هاد القطعات هكا خارجين كنت كش دايرة نشوفوك كامل أه على هادي قلت لكم هادي اكبر كورونا في بيتنا وكان لي ما فيهمش هاد الاخر بصح الاطفال تساوي واحد من احسن هادو اللي فيهم هاد البنبونات هكا و اللي ما عندهمش حتى اطفال عاديين يشروهم لخرين الاخرين يستمتعوا بهم وكاين ثاني هاد الكره يستعملوا حتى الحوامل يجمعوا عليها ويطلعوا بها ودو ثاني يتحركوا عليها ومليحه ثاني لل النساء اللي عندهم او الرجال اللي عندهم تاني وجع الظهر مليحه بزاف مليحة بزاف لأنها سبورك دير حركات مليحة للعمود الفقري وللحوض مليحة كاين طريقة أخرى تاني يعني حاجة يحتاجها طفل التوحد هو أنه يحاول يرفد هاد البالونة بيديه يعني يدير يد منا كما هكا ويد منا ويرفع البالونة للأعلى ويهبطها منها هو جسمه كامل راها تطلع وتهود في الأول طبعا ما رحش ممكن هذوك اللي عندهم عامين أطفال تسوح اللي عندهم عامين ما رحش يهتموا بهالبالونة ممكن يخاف منها يحسبها حاجة غريبة ويبقى يبكي ويهرب لك بصح كل يوم يشوفها كل يوم يشوفها راح يتعود عليها وعادي ومتأكدة أنه كي تعلمه كيفاش يلعب بها راح تعجبه بزاف وتفيده أنا نستعملها خاصة قبل النوم لأنها ترخي العضلات وتعييه في نفس الوقت باش يرقد مليح في الليل لأنهم تعرفوا أطفال واحد ما يرقدوا لا نهار لا ليل يعني بصعوبة نرقد هذيك الساعة في النهار وواحدة خمس سوايع في الليل دورك ومن قبل كان ما با ساعتين ومتقطعين في الليل هكا وساعة ولا ساعتين في النهار أه مشكلة معاه يعني الأم ولا الأب يعني اللي قابلو طفلة واحد يتعبوا بزاف قل من قلة النوم يعني معاهم ثاني أه أه كاين حاجة أخرى يعني تدربه كيفاش يجري اللي الطفل يكون عادة ما يعرفش كيش يجري كان اللي غيث مش للآن الآن ما يعرفوش كم يجري وعندهم ربع سنين خمس سنين وغيث يتمشاو هم يجري حاول أنه اه تخليه يتبع البالونة منك كبيرة وفيها هاد الشوكات هاكا تبال لها كي تروليها كيما هاك هو يبقى يتبعها وراها ماشية يتبعها في نفس الوقت اه راح يحاول أنه يتمشى وراها في الاول ديروها له غير هكا ببطء ومن بعد ديروها له بسرعه هو راح يتبعها وين ما تروح يعني كيما هكا تضربوها بسرعه بعد ما يتدرب على الحركه البطيئه ويبقى يتبع هاد البالونه ديروها له بسرعه بهذه الطريقه وخليه هو خليه يتحرك بحريته يعني ما تحاولوش انك تحكميه ولا خاطر الطفل تا واحد ما يبغيش اللي يحكمه ولا يكونتروليه ولا فخليه على خاطره هو وحده هيلا عجباته هاد الكره راح وحده يحوس انه يلعب بها ولا يدور بها كي تشوفيه مهتم بها اما لا تما حاولي انك ترفديه وتحطيه فوقها ولا ديريه على بطنه ولا هكا يعني ولا تطلعيها وتهبطيها كل مرة ديري له حاجة وراح يستمتع بها متأكدة من هذا الشيء فقط خاص المتابرة والمتابرة أنا في الحقيقة هذا البالونة أنا ما شريتهاش أنا ما شريتهاش في الجزائر دير ربعين ألف وقيلة صغيرة على هذه أنا هذه ما شريتهاش مدتها للأستاذة الأولى اللي جات تعلم ولدي للدار وشافت بلي ما كاتش عندها البانونا كان عنده مشكل في النوم ما يرقدش كامل غي ساعتين في الليل وساعة في النهار على هذيك جابتها لي تاع ولدها هو كان عندها تاني توحد متوسط ودرك راه عنده عشرين عام الله يبارك وراه مليح راه يقرا وكل شيء عادي تحسن الحمد لله أه والاغلبيه تاع الاستاذات تقريبا تاع متخصصين تاع التوحد اطفالهم يعاني من مشاكل نفسيه على بيها تخصصوا في هذا المجال باش يساعدوا اطفالهم أه وبارك الله فيها في الحقيقه نفعتني بزاف قالت لي وقتاش امه يعني طفلك ما ولاش يحتاجها عاد رجعيها لي يعني باش هي منك خدمتها استاذه الا شافت تعاود عائلات واحد اخرين محتاجينها تعاود يمتمدها لهم خاطر قلت لكم الكره كاين اشكال والوان يعني كاين كاع الالوان خضراء حمراء صفراء وكاع الاحجام صغيره من الصغيره حتى الكبيره يعني كي ولدي يطوال عليها يكبر عليها كي تشوفي الطفل ترقديها يعني بهذا الشكل يعني لا رقتي الطفل نتاعك بهذا الشكل وشفتي ان رجله منا راه يوصل للارض والراس تاعه منا يوصل للارض يعني ما راهاش يعني راه ما هاش تجي قداه يعني لازمها وحده حجم اكبر في هاد الحاله الا كنتي شريتيها ماشي غير تلفوها لك ما تبقاش دير لها هذيك تاع الكرش يعني ديري لها كيما قلت لك كي حركيها وخليه يتبعها او طلعيها وهبطيها هاكا انت اختار عيله لعبه ولا اللعبه بها كيما اي بالونه عادي يعني تكوريها له تكوريها له وهو يرجعها لك عادي ماشي مشكله اه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause> نسيت باش نوريكم هذا البالونه ايضا كنت وريتها لكم في واحد فيديو سابق تاع كورونا و كورونا و... وسواس القهري لانها تشبه الكورونا هذه اصغر كورونا عندنا في البيت ثاني آه، هذه مساج مساج لليدين شوف كيش تتبزط تتبزط ومسليه كدير بها هكا شو كدير الالوان فيها كامل الالوان تزغد هو الطفل هذه فاش تستعملها انه الطفلة الطفل حيهتم بالالوان هذوك كامل الاطفال تواحد واحد يحبوا الضوء انه يطفى ومن بعد يشعله يضل يطفي ويشعل في الضوء ولدي تعجبه بزاف وهذه القنبات كما شفتوا هذيك كبيره الاخرى وهذه الصغيره هذه لليد لليد كيما هكا ومره ثاني ديرها في فمه كي شغل كداده منك هكا دي ديرها كيما الكداده السنيه لانه مازال هو يعاني من سنيه مازالهم بانوش كامل سورتو الدروس عنده غير السنين الاماميين فقط مفيده بزاف خطر ولدي من قبل كان يدير غير هكا زعما تقولي له دير هكا زعما دير له هكا صباك ما يعرفش يدير لك هكا ولا قلتي لها هاك ما يعرفش يدير لك هاك كامل يدير إيه هاك ولا هاك إيه هاك ولا هاك ما يعرفش يدير سبعه زعما هاك ولا هاك ما يعرفش كاع كش مودي له ما يقدرش ماشي كان عنده مشكل في الاعصاب وما يتحكمش في صبعيه هذه ساعدته بزاف درك الحمد لله راه يقدر يدير هاك راه يقدر يدير هاك كي تقوله دير هاك راه يدير هاد الصبع هاك ويدير هاك ما كانش يقدر يحركها من يديه ما متمدي له يعني ستيلو ولا داك اللي بها ما يقدرش يحكمها ولا يحكمها تفلت له يده ما يقدرش حاجه يعني ما يقدرش يزير عليها هاكا هذه في الاول كان يدير لها غير هاك في الاول وانا نحكم له يديه ونزير لها عليها انا ندير في الاول ونزير عليها بشويه بشويه حتى كل يوم ندير له صباح وعشيه كل صباح وعشيه هو في الاول كان غير يلعب بها كيما هاكا ولا يحطها كيما هاك كي كي ويشوف يخبطها هاك ويشوف الضوء هو اللي هذا الضوء اللي من هو اللي جلبه في الاول وانا قلت لكم نحطها له في يده وانا اللي نحكم له يده ونعصر لها عليها وما يعرفش يعصر قلت لكم الخاطر كان يدير غير هاك ما يعرفش كيش يدير هاك ويضغط الضغط ما كاش يعرف كل يوم كل يوم كل يوم آه بعد آه تلت اسابيع ولا وحده يحكمها ويدير هاك يدير مساج وحده وهذا القلب كما قلت لكم يستعملهم السنه اللي مازالهم آه يوجعوه مازال ما بانوش الدروس وما شابة يعني كل يوم غسليها له طبعا نورمال غسليها له وخليها تنشف ومديها له كل يوم صباح وعشية مليحة بالبزاف وان شاء الله اولادكم يتحسنوا كما ولدي تحسن ان شاء الله والله شافي الجميع